بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. النهاردة إن شاء الله هشرح الايرور. طبعا هو درس بسيط جدا وسهل، بس يعني برضو أنا كده كده هشرح النيوميركال كلها. يعني الايرور عندنا حاجة في الأول اسمها سيجما، وحاجة تانية اسمها يعني شبه البيتا كده شوية. الشكل اللي قدامنا ده اسمه الابسوليوت ايرور، ده بيساوي المودولس أو اللي هو يعني المقياس اللي هو بيخرج العدد، لو هو سالب بيخرجه مجرم، ل x ناقص ال x a. فاحنا هنا ال b دي كأنها ال x وال b نوت دي كأنها ال x a. طب حد يقول لي ان الباي هي 22/7؟ لا، في اختلاف بسيط، هو ده اللي هنجيبه اصلا هنا في المسألة، هو ده الايرور. فلو قال لنا عايز الابسوليوت ايرور، بنجيب المعيار او المقياس لل x ناقص ال x a، تمام؟ الاكس اللي هي باي ناقص 22/7. طبعا حتى لو عملت 22/7 ناقص الباي، كده كده انت عامل المودولس، هتطلع نفس الناتج بس بالسالب، بس لما تعمله المودولس هيخرج برضه نفس الناتج بالموجب، فهي هي. طيب والريلاتيف ايرور، الريلاتيف ايرور هو الابسوليوت ايرور على اكس، الاكس دي اللي هي معتبرينها احنا باي، تمام؟ مش احنا قلنا ان الاكس دي باي والاكس ايه هي 22/7، فاكيد هي الاكس دي هتبقى الباي هنا، تمام؟ بس انت لما تيجي تعوض هنا عندك هتلاقي ان الناتج هنا تمام وهنا برضو تمام. ديت بس ممكن تطلع معاك على الآلة مختلفة شوية، يعني اكتب الناتج اللي قدامك ده وحولها بالاس ال دي اللي قدامنا دي، هتلاقي عندك في الآلة هتتحول لك للرقم اللي طلع لك في الآلة لما جيت تحسب ال absolute error وال relative error. بس هو درس بسيط يعني، واتمنى ما اكونش طولت عليكم. شكرا.